عشان بس ثاني الكلام في الموضوع، انتوا عارفين ان احنا حاطين لهم خمس مواعيد، والخمس مواعيد هيقع عليهم الاختيار. يعني هتلاقي تقريبا بصيت يا جماعه، الاوربت كموضوع يعني هو في كام حته مهمه كده احنا نقوله طبعا كله، بس في البدايه فين الاوربت؟ الاوربت ده التجويف ده. التجويف ده يا جماعه عباره عن ايه؟ اول حاجه عندي البوني اوربت. البوني اوربت مكون من ايه؟ لو انا جيت رسمت الاوربيتال بون بالشكل ده، اوكي يا جماعه، وادي النيزل بون اهي، وادي المكزيلا، وادي لو تفتكر المفروض دي الفرنتال بون، دي الزيجوماتيك بون، دي الفرنتال، دي الزيجوماتيك اهي، اوكي يا جماعه. يا ترى الاوربت مكون من ايه كبون؟ مكون من كام عظمايه يا عمر؟ هتقول لي ان الاوربت يا جماعه عباره عن سبيس عامل زي الهرم، عامل كده. لو انت جيت بصيت عليه جوه هتلاقيه فعلا عامل زي الهرم. الايبكس بتاعته جوه فيها فتحه. انا بشرح الموضوع ده بسرعه كده كده هبقى اقوله لكم على البول ان شاء الله، ما تنساش على الاسفل. خلاص اوكي يا جماعه؟ الايبكس فيها فتحه اسمها اوبتيك فورامين. يعني ايه اوبتيك فورامين يا جماعه؟ اوبتيك فورامين يعني الفورامين اللي هتعدي الاوبتيك نيرف. مفهوم الكلام ده؟ يبقى هنا في اوبتيك ايه؟ نيرف. عايز ايه؟ علي؟ يعني هعمل ايه؟ عايزينه برد ولا عايزينه حر؟ عايزين تحرروا شويه؟ لا احنا هنهوي المكان وهنقفله كل يوم. كل شويه هنقفله ننوره دي. يعني خمس دقايق بس المكان يهوى وهنقفله شويه. وهكذا عشان ده بيدي افكت اعلى. تمام كده؟ اوبتيك نيرف. شفتوني وانا بتنرفز؟ اجنن صح؟ مش لايق، ما هي دي المشكله. دي المشكله. عارفين لما بتنرفز في البيت مرات بتقعد تضحك. انا بنرفز ولا تضحك؟ والله انا دعوه ولا تضحك. دي مش باين على مود النرفزه والزعيق ده مش معاك خالص. شكلك صح. الله الحمد لله. تمام؟ اوبتيك نيرف طالع منها. طيب الحته اللي بره دي يا سيد اللي انت شايفها دي اسمها البيز. البيز اوف اوربت يا جماعه يا ترى مكونه من ايه؟ يقول لك مكونه من ابر بوردر اهو، مش ده الابر بوردر؟ يا ترى الابر بوردر مكون من ايه؟ هتقولي الابر بوردر اهو فرنتال بون صح؟ طيب اللور بوردر يا ترى مكون من ايه؟ مش دي المكزيلا والزيجوما؟ اهي حته من المكزيلا وحته من الزيجوما، ادي اللور بوردر. اللاترال بوردر مكون من ايه؟ مش ده يا عمر؟ اللاترال بوردر يعني حته من الفرنتال بول وحته من الزيجوما اللي هي دي. طب الميديال بوردر، الميديال بوردر هنا النيزل بول واللاكريمال بول، مش ده كده اسمه النيزل بول واللاكريمال بول؟ الحته اللي فيها اللاكريمال ساك، الحته دي لما تضغط على عينيك من هنا كده تحس بحاجه، هي دي اللاكريمال ساك، مكان اللاكريمال ساك هنشرحه كمان شويه. يبقى اذا يا جماعه ده كده الباوندريز اوف بوني اوربت. الحقيقه البولي اوربت ما جاش في امتحانات قبل كده ومش متوقع انه ينزل، يعني مش ده السؤال اللي ينزل في الاوربت الحقيقه، بس عشان هو برضه كسؤال يعتبر سؤال كده شكله يخض اناتومي اوف بولي اوربت فلازم تبقى عارفه. خلاص اوكي يا جماعه، ممكن ينزل في الام اس كيو، ممكن يجيبوا سؤال بس ده ليه؟ خلاص السؤال المهم جاي لسه، في اسئله مهمه، في حاجات مهمه قوي ممكن يجيبها في الاوربت غير البولي اوربت. مفهوم يا جماعه الكلام؟ طيب يبقى انا عندي يا شباب، عندي الاوربت اهو، الاوربت عباره عن بيز وابكس. البيز بتاعته هي اللي بره، البيز بتاعته مكونه من ابر بوردر فرنتال بون، لور بوردر ماكسيلاري بون وزيجوما. لور بوردر ماكسيلاري بون وزيجوما، لاترال بوردر اهو يا جماعه شايفين
زيجوما برضو وفرانكال بون. خلاص اوكي، ميديال بوردر اللي هو مين؟ النيزال بون والاكريمال بون. طب كويس قوي. طب ما تيجي ندخل جوه الاوربت بقى نفسه ونشوف الوولز بتاعته. هو دلوقتي انت مش خدت البيز وخدت الايبكس، طب اللي على الجنبين بقى هنا الوول نفسه مكون من ايه؟ لو انت ركزت في الوول اللاترال ده، مش اللاترال اللي هو نفسه دي، الحته دي اسمها ايه؟ مش الحته دي يا جماعه كنت قايل لك ان دي الجريتر وينج اوف السفينويد؟ دي الجريتر وينج اوف السفينويد هي اللي عامله اللاترال وول. يبقى اللاترال وول اوف ذا اوربت معمول بالجريتر وينج اوف السفينويد، شايفينها؟ طب الميديال وول معمول بمين؟ اما برضه النيزل بون واللاكريمال بون، مش كده ولا ايه؟ وحاجه كده هقول لك عليها كمان شويه، اصبر عليها شويه. طيب مين اللي عامل الارضيه بتاعته الفلور؟ مش المجزلة والبلد؟ المجزلة والبلد زي ما هناخد. مين اللي عامل الروف؟ بص كده على الروف، يقول لك ايه؟ فرونتال بون. وايه كمان يا جماعه؟ تعالى نرسم، ركز معايا بقى في الرسمه اللي جايه. بص يا شباب، لو جينا رسمنا رسمه للاوربت من جوه، هقول لك لو ده الكرينيال كافيتي من جوه، هتلاقي الحته دي اسمها الليسر وينج اوف سفينويد، وهنا يا جماعه عظمه في النص اسمها الاسمويد بون. الاسمويد بون دي يا جماعه فيها حته كده اسمها السيريبري فورم بليت اوف اسمويد. على فكره يا جماعه السيريبري فورم او الكريبري فورم الاثنين صح بالمناسبه. خلاص اوكي، سيريبري فورم بليت اوف اسمويد، مش كده؟ الله، انت عارف الاسمويد بون دي عامله زي ايه؟ عامله كده. اصلا لو جيت رسمتها عامله كده، يعني بالظبط بالظبط زي الورقه دي. ده المنظر بتاعها، هو ده الاسمويد بون. الحته اللي فوق اللي حضرتك شايفها هي السريبري فورم بليت اوف اسمويد، فهمت قصدي ايه؟ فدي عامله جزء من الروف، مش كده؟ طيب ودول؟ دول الناحيتين هنا، مش كده؟ عاملين جزء من الميديال وول. متخيلها يا جماعه؟ ما هي دي كده. يبقى دول من تحت عاملين حته من الميديال وول، عشان كده على الميديال وول يقول لك ايه؟ جزء من الاسمويد بون. خلاص اوكي؟ والروف جزء من الاسمويد بون، فهمتوها يا جماعه؟ ماشي، مفهومه ولا مش مفهومه؟ شكرا، ادي البوني اورت. عايز في اسئله؟ لا مش عايز في اسئله. على فكره هو جه في الكتاب بس مش في الحته دي، في جزء ورا كده، وراح جايب لك ايه؟ ايه الاستراكشرز اللي بتعدي من الاوبتيك فورم؟ ايه الاستراكشرز اللي بتعدي من السوبيريور اوربيتال فيشر؟ الحاجات دي بتنزل في الام سي كيو. طب هناخدها دلوقتي؟ لا، في اخر الهيد والنك ان شاء الله هجمع لك انا الفورامينا بتاعت الاسكال والحاجات اللي بتعدي جواها عشان امتحان الام سي كيو. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب خلينا بقى نتكلم عن الكونتنت بتاعه الاوربت. اول كونتنت يا دكاتره من الاوربت اهي الاي. وعلى فكره يا جماعه دايما بتترسم لك الاي بشكل انت ما تعرفش الاي شكلها ايه. الاي يا جماعه عامله زي الكوره، هي كوره فعلا. بص لو انا حطيت لك هنا في الحته دي شايفين ده مكان القرنيه. ايه القرنيه دي؟ بص القرنيه دي الازازه، شفتوا الناس اللي بتركب عدسات لاصقه؟ القرنيه حاجه زي العدسه اللاصقه بالظبط، موجوده قدام الحته الايه؟ الملونه. الحته الملونه بص حتى مسمينها ايه بالعربي؟ القزحيه، جايه من قوس قزح. عارفين انتوا الالوان يعني، خلاص؟ يقول لك القزحيه او الايرس، القرنيه او الكورنيا، بعد كده بياض العين اللي هو السكليرا. انت شايف عينيك من قدام كده. ايه الفرق بين القرنيه والقزحيه؟ اقول لك دلوقتي. لكن الحقيقه مش كده، ده يعني الكوره عامله كده بالظبط. لما تيجي تبص عليها من الجنب اهي، تاخد فيها كات سيكشن تلاقيها عامله كده. انا قطعت الكوره دي فشفت اللايرز بقى اللي جوه. الطبقه الاولانيه دي اسمها القرنيه الكورنيا، والطبقه دي اسمها السكليرا اللي هي بياض العين. دي القرنيه. اوكي يا شباب اهي. بعد كده يقول لك ايه بقى؟ بص المنظر الجميل ده.
يقول لك جوه هنا في حاجة ملونة مالكش دعوة بيها اسمها كرويد ونازل لنا حاجة كده، هو ده اللون بتاع العين دي كده يا جماعة، هي القزحلة الايرس. الايرس مخرومة فيها فتحة، الفتحة دي اللي بتبان عندنا سودة، دي فتحة يا جماعة، ده مكان مفتوح اسمه البيوبل اللي هي بيسموها حضرة العين او النني. يقول لك الدكتور فلان الفلاني اخصائي نني تمام كده؟ والله بكلمكم بجد، يقول لك جراحات العين وجراحات الحجاج. طلع الحجاج هي البيوبل، يعني ما اعرفش بيترجمه، مش عارف مين اللي بيترجم الحاجات دي، يعني لما تيجي انت ما تعرفش مين اللي بيترجم الكلام ده، تبقى عايز تقتله على الترجمه الحرفيه اللي هو الترجمه دي. يقول لك جراحات الحجاج. دكتور انا برضه مش عارفه يعني ايه الفرق على العين بين القزحيه والكرانيه. يا بنتي الكرانيه ازازه بيضه شفافه قدام قدام الغمقان بتاعك. القزحيه هي اللون الاسود والاخضر والاحمر والابيض والحاجات ايه الالوان الحلوه بتاعتنا دي. خلاص كده يا جماعه ماشي نكمل كلامنا. طيب جوه بقى في الشبكيه، الشبكيه بتجمع النيرفات وتعمل الاوبتيك نيرف دي الريتنا. يقول لك الشبكيه مشبكه يعني، خلاص اوكي تشابكات عامله زي الشبكه. يا جماعه صورتك انت باصص دلوقتي قدامك، الشعاع او الصوره بتقع من هنا بتدخل من خلال المكان ده، في عدسه في المكان ده، العدسه دي تجمع الضوء، يروح الضوء منعكس على الايه على الشبكيه، تقوم الشبكيه الريسبتورز بتاعتها تاخد الصوره دي تنقلها لمين؟ للاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف يمشي 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 لحد في النهايه يروح فين؟ للمخ في الحته دي. يبقى مين اللي بيشوف؟ مخك مش عينيك. بالمناسبه اللي بيشوف مخك مش عينيك، العين ترى ضوء ترى صوره لكن مش مترجمه مين ده او ايه ده، يعني العين شايفه حاجه قدامها لكن مين اللي يقول ده احمد، مين اللي يقول ده حيطه، مين اللي يقول ده باب، مين يقول ده نور ابيض ده نور احمر؟ المخ مش العين، الانسان بيشوف بمخه مش بعينيه. ما علينا خلاص كده يا جماعه، يبقى هي دي قصه العين. طيب انت لو بصيت لنفسك كده وانت قاعد تلاقي العين عماله رايحه جايه كده، بص الناحيه دي صح، الحركات بتاعه العين دي بتتم ازاي؟ اكيد في عضلات هتحرك العين، العضلات اللي هتحرك العين وهتحرك الجفون حوالين العين عباره عن سبع عضلات. ايه رقم سبعة اللي موجود عندنا ده؟ بنسميهم اكسترا، اكسترا يعني خارج، اوكيولار ماسلز. يا جماعه كلمه اكسترا اوكيولار لان العضلات دي خارج العين، يعني العضلات دي ماسكه بره عشان تحرك العين كده وكده 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 وفي كل الاتجاهات. العين اهي ركز معايا، دي القرنيه اللي اسمها الكورنيا، وده بياض العين اللي اسمه السكليرا. خلاص اوكي يا جماعه، واللي بينهم ده اسمه ايه؟ كورنيو سكليرال جانكشن، كورنيو سكليرال جانكشن، مفهوم؟ يعني الوصله ما بين الكورنيا وما بين مين؟ وما بين السكليرا. ايه هم السبع عضلات؟ اول عضله عندنا عضله اسمها ايه؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوزس، فخمت الاسم ده. والله اللي سماها ده كان مفتري بجد، يعني بص كده ليفيتور يعني ايه؟ ترفع، بالبيبري يعني جيف، سوبريوزس يعني اللي فوق ابر، يعني يقول لك دي العضله اللي بترفع الجفن الفوقاني. هتقولي طب والجفن التحتاني هو ده محتاج اصلا تعمل في حاجه؟ الجفن التحتاني مش محتاج عضلات، الجفن التحتاني زيه زي الفوقاني محتاجين العضله اللي اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي اللي بتغمض العين تمام، لكن مين اللي محتاج ترفع عينيك؟ الجفن الفوقاني. العضله دي يا جماعه لو احنا حبينا نرسمها هنرسمها ازاي؟ لو حد عايز حاجه من الحاجات دي عشان بقى انا امسح عشان هنرسم العضلات وهنشتغلها على العين دلوقتي. حاضر يا سلمى. يا بنتي التكييف ده سرعه واحده ودرجه حراره واحده، يعني حتى لو درجه حراره جت ايه هتبقى هي زيها، وهينزل الميه كمان شويه. بس انا مبسوط بيكم بقى بصرف النظر عن ايه؟ انا اتنفست عليك خالص، صح يا مريم؟ نخلي العكس يا جماعه خلاص هدوء بقى. اول حاجه اللي فيتور بالفيبري سيبلوزا، بص انا هرسم رسمه كات سيكشن كده للعين وتخيلها معايا. لو ده الاوربت من على الجنب يعني انا واقف كده الاوربت اهو، ده الايبكس بتاع الاوربت في الاوبتيك فورا. حلو كده الكلام يا جماعه، وعينيك اهي، يعني لو احنا رسمناها هترسم جفونك هتبقى بالشكل ده وعينيك اهي.
مش هو ده المنظر بتاعنا صح كده؟ ده الجفن اللي فوق وده الجفن اللي تحت. يقول لك ايه بقى؟ في عضله، العضله دي بتيجي من الايبكس والاوربت من هنا. عشان تمسك في مين؟ يعني هي جايه من الايبكس من جوه عشان تمسك في الابر ايليد. لما تيجي تقطع الابر ايليد وتشوف تركيبته تلاقي تركيبته غريبه قوي. تلاقي بص لو ده الابر ايليد تمام كده يا جماعه؟ ودي عينيك وده اللور ايليد اهو. بص بقى في يا جماعه عندنا الابر ايليد مكون من بره لجوه سكين. في يا جماعه خلاص اقفلوا المروه دي سكين خلاص اوكي. وبعد السكين في حاجات كتير مالكش دعوه بيها كونكتيف تيشو والكلام من ده. وفي ستراكشر كده عامل زي العظمه، هو مش عظمه على فكره، هو فايبر تيشو بس سميك شويه. ده السكيلتون بتاع الجفن خلاص اوكي. اي حد فيكم فكر قبل كده يقلب جفنه؟ لما تقلب الجفن كده تلاقي في حته بارزه كده حاجه كده تبرز كده. قلبت الجفن قبل كده بجد والله؟ ما تقلب الجفن تلاقي في حته بارزه كده قدامك تحس انت ماسك عظمايه. اسمها ايه يا جماعه؟ تارزس. اسمها ايه؟ تارزس. خلاص اوكي شباب محمود تارزس. وايه اللي جوه ده بقى؟ المفروض يا جماعه زي الميوكوزا بتاعت الجفن، زي الميوكوزا بتاعت الجفن. اسمها ايه؟ اسمها الملتحمه. ايه الملتحمه دي؟ كونجنكتايفا. شوف الاسم كونجنكتايفا. ما هي اسمها على فكره ما انا بص كونجنكشن يعني التحام. كونجنكتايفا يقول لك طبقه الملتحمه بتاعت العين. يقول لك كونجنكتايفا يقول لك علاج التهابات الملتحمه. ما سمعتهاش خالص. يقول لك بيعالج الدكتور ده بتاع الملتحمه والدكتور ده بتاع النني. على فكره في تخصصات جوه العيون بالمناسبه، بالمناسبه تخصصات جواها خلاص اوكي. يقول لك كونجنكتايفا. ايه الكونجنكتايفا دي بقى؟ هي قصه كلها زي الميوكوزا بتاعت الايليد جايه كده من هنا ولفه كده عشان تغطي البياض من هناك. هتقول لي ازاي ده انا شايف ان مفيش حاجه تغطيها البياض؟ صح، انت شايف بياض عينك ناصع صح مش كده يا جماعه؟ جرب كده يبقى عندك التهابات في عينيك او حساسيه، مش بتلاقي عينك احمرت؟ عارفين ليه احمرت؟ فوق البياض في طبقه شفافه اسمها كونجنكتايفا اللي هي بالظبط لما تفتح جفن عينيك تلاقي احمر من جوه. هي الطبقه دي، الطبقه دي وهي على البياض بتبقى شفافه كويس كده. طيب اول ما يحصل فيها التهاب في الملتحمه زي اللي هي الريد اي اللي هي الناس اللي بتبقى عندها حساسيه بقى والتهابات او الكلام ده، البلاد فيسلز تحتقن فتحمر عينيك. الاحمر ده مش بياض عينيك، الاحمر ده الطبقه اللي عليها. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ فالطبقه ماشيه كده تلف وتغطي بياض العين وتمسك هنا في الكورنيوس كيرا جنكشن. ولذلك بيسموها الملتحمه اللي هي لحمه العين في الايلاند. خلاص اوكي يا جماعه؟ مفهوم؟ العضله دي بقى جايه ازاي؟ يقول لك جايه من الاوربت. من الايبكس اوف اوربت اهي. تمسك في مين؟ تعمل انسيرشن في مين؟ تاني خلصت كده؟ يبقى الاوريجن بتاعها الليفيتور بالبيبري سيبيليوزس. الاوريجن بتاعها من الايبكس اوف اوربت. الانسيرشن بتاعها عامله ثلاثه سليبس، ثلاث حتت، حته في السكن طبعا من فوق من جوه، حته في الكونجنكتايفا، حته فين؟ في الترسس. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طب ايه وظيفه العضله دي؟ عضله اسمها الليفيتور بالبيبيلو سوبريوزس. يبقى ايه الاكشن بتاعها؟ الليفيشن اوف ايلت. العضله دي فيها شويه فايبرز، فيها شويه فايبرز ماشيين في قلبها. قام وصفهم عالم اسمه مولر فسماها مولرز ماسل. يا جماعه المولرز ماسل ده جزء من عضله الليفيتور بالبيبيلو سوبريوزس. الجزء ده الاكشن بتاعه او النيرف بتاعه سمباثيك، مختص في السمباثيك نيرفس سيستم. عشان كده يا جماعه مع العصبيه عينيك بتفتح قوي، ولو بصيت بقى قوي تبقى عضله المولر ماسل دي ظاهره قوي في القطط. فاهم كده؟ لما تلاقي قط متنرفز او يعني نرفز قط، والله بكلمك نرفز قط قبل كده، بص على عينيه يعني عامل كده رافع عينيه فوق كده وشعره وقف.
بكلمك نرفزه او شوف حتى في افلام توم وجيري. تبص تلاقي ايه؟ شعر واقف من هنا وعينيه تحس انها اتفتحت مترين لقدام. بالمولر ماسل يا جماعه. خلاص اوكي؟ المولر ماسل دي اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت في الفسيولوجي لما كان بيبوظ السوبيريور سيرفايكال سمباسات الجانجليون وكان يحصل حاجه اسمها هورنر سندروم. فمع الهورنر سندروم كان بيحصل حاجه اسمها توزيس. توزيس يعني ايه يا جماعه؟ ارتخاء في الجفن، تلاقي جفنك وقع. تلاقي جفنك كده مغطي عينيك. خلاص اوكي يا جماعه مفهوم الكلام ده؟ جفنك مدلدل مغطي العين ما بيترفعش لفوق. ادي اول عضله، عضله عبيطه. العضلات الثانيه يا جماعه عضلات محركات للعين. اول عضلات عندنا اربع عضلات اسمهم اربعه ريكتاي. يعني ايه ريكتاي يا جماعه؟ جايه من ريكتس. ريكتس يعني مش مستقيم. يبقى اربع عضلات مستقيمه. تعالوا نعملهم بقى مع بعض. مين هيقطع معايا؟ السريع في التقطيع. ركز بقى معايا كده. ما تقطعيش هديها بس. هديها بس. مولر اسم عالم سميناه. هو اللي سماه. سماء الاسم. مش ليه هو سماء الاسم؟ هو اسمه مولر. حتة منها اسمها مولر. هو واصل حتة جواها كده سماها مولر. لها اكشن مختلف عشان بتتغذى بالسمباسات. يعني مش كل العضلة بتتغذى. طبعا. يا جماعة مش كل اللي بيته البلبيبل السيبيليوزا بتتغذى بالسمباسات. الحتة المولر بس. امال بقية اللي بيته بتتغذى بايه؟ انا هجمع لك الدرب سبلايك في الاخر بعد ما اخلص العضلة. ركز ارجوك عشان تفهمهم بعد ما اعملها على الكوره. اعتقد ما حدش فيكم هيبقى محتاج حاجه تاني. بس امسكي دي. امسكوا الاثنين مع بعض. يلا بس سريع. بص يا جماعه في عندي شباب 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 انتوا كلامكم كتير مع بجد. في عندي دايره او حلقه حوالين الاوبتيك فورامين في الايبكس اوف ايه في الحته دي بالظبط. حلقه كده حوالين الاوبتيك فورامين اسمها فايبرس رينج. اسمها ايه؟ فايبرس رينج. الفايبرس رينج دي مطلعه الاربع عضلات اللي جايه. يبقى ايه الاوريجين بتاع الاربعه ريكتاي؟ الاوريجين بتاع الاربعه ريكتاي من الفايبرس رينج. ادي واحد ادي اثنين. هاتي 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 يلا قطعي يلا يا ريش. معلش معلش يلا كمان اهو يا جماعه شايفين؟ دي كده تبقى اسمها ايه؟ الريكتس اللي فوق. يبقى نسميها السوبيريور ريكتس. مفهوم الكلام يا جماعه؟ ركز معايا. طيب دي الريكتس اللي تحت تبقى اسمها ايه؟ انفيريور ريكتس. اهي لحد كده في مشكله؟ سوبيريور ريكتس وايه؟ وانفيريور ريكتس. حتى الان في مشكله يا جماعه؟ طيب خد كمان واحدة ميديال. اعتبر ان دي عينيا دي. يبقى واحدة هنا هتبقى اسمها ايه يا شباب؟ ميديال ريكتس. ده بديهي. وواحدة هنا هسميها ايه يا شباب؟ لاترال ريكتس. حتى الان في مشكله؟ ادي الاربع عضلات الريكتاي الفور ريكتاي.
هيروحوا يلزقوا فين الفوريكتاي دول بقى؟ ركز معايا قوي. هيلزقوا هنا على كورنيوس كليرا جانكشن. ده هتيجي البكره نفسها. هقول طب انا بعمل كل الكره وكل الدوشه دي كلها ليه يا رب؟ لف عليها بقى. بس دي بقى البكره نفسها. سميرة هيقطعها يلا طلعوا لي. بص يا جماعه اهي كله شايف؟ كله متخيل؟ ادي يا جماعه عينيك، عينيك اليمين، خلي بالك الاوربت داخل كده، يعني عينيك عامله كده. حلو الكلام؟ طيب ركز بقى معايا، ادي الفايبر سترينج موجوده في الايبكس جوه اوف ذا اي، طالع منها اربع عضلات مستقيمه اسمهم ايه؟ ريكتار. ايه الاوريجن بتاعهم؟ فايبر سترينج اراوند ذا ايبكس. ايه الانسيرشن بتاعهم؟ كورنيوس كليرا جانكشن. ايه الاكشن بتاعهم؟ بص كده، دي اسمها السوبيريو ريكتس. يبقى لما تشد السوبيريو ريكتس عليك هتعمل ايه؟ هترفع عينيك لفوق. وبص بص لفتها لفين؟ ركزت؟ ايوه هي يا جماعه لفتها فين؟ لفتها لجوه. خدتش بالك؟ اهي اهي بص كده اهي ها مش رفعتها لفوق ولفتها فين؟ لجوه. فيقول لك upward medial rotation and abduction، يعني تخليك ترفع عينيك لفوق وتبص لجوه. خلاص؟ طيب الانفيريور ريكتس بص كده عبده عملت ايه؟ نزلت لتحت ودخلت برضه لجوه. يبقى اذا يا جماعه لو انا رسمت عينيك بالشكل ده، ارجوك تركز، ادي عينيك اهي وادي مناخيرك. اوكي يا جماعه بص العضله دي تعمل كده اسمها inferior rectus، والعضله دي تعمل كده اسمها ايه؟ superior rectus. يبقى superior rectus تعمل abduction medial rotation and يا جماعه ايه؟ abduction medial rotation and ها elevation. ترفع ايه؟ ما انت شديتها كده فرفعت العين. والانفيريور ريكتس هتعمل abduction medial rotation وتنزلها لتحت. طيب اللاترال ريكتس يا جماعه بص كده على اللاترال ريكتس اللي هي دي شدت فين؟ abduction صح كده؟ طب بص كده على الميديا ريكتس شدت لجوه. فهمتوها يا جماعه؟ هسيبك تسالي دلوقتي ثانيه سنه. خلاص اوكي؟ يبقى دي يا جماعه ميديا ريكتس ودي يا جماعه لاترال ريكتس. السؤال اللي المفروض تساله لنفسك لو انا عايز ابص لفوق والناحيه دي او عايز ابص لتحت والناحيه دي، مين العضلات اللي هتشتغل؟ لسه هقولهم الاثنين. هو ده السؤال؟ قول. ما بتشتغلش على ناحيتين، في تناغم ما بين العضلات. يا جماعه يا زميلتكم بتسال بتقول ايه؟ افرض انا يا احمد عايز ابص ناحيتي بالعينتين، ما انا اكيد مش هشغل عين واحده، تمام؟ فببص ناحيتي دي مين هتشتغل؟ الميديال ريكتس. طب ودي؟ اللاترال ريكتس. فهمت القصه؟ طب بيشتغلوا مع بعض ازاي؟ ده بقى التنظيم بتاع المخ وكلام من ده، مش قصتنا دلوقتي. ليه حاجه بنسميها ايه؟ انتجريشن بتوين اي موفمنتس. خلاص كده يا جماعه؟ مفهوم؟ ده مش بس كده، ده في انتجريشن ما بين حركات العين وسمع الصوت ان حد ينادي عليك فتروح باصص له. مين اللي خلاك تبص له؟ ودانك العصب الثاني عندك متصل بحاجه تبع حركات العين. في تناغم ما بين الارياز، في حاجه اسمها areas of association between hearing and vision. خلاص موجوده ورا الناحيه دي كده، هنبقى ناخدها ان شاء الله في النيورو اسمها حتى فيرنكس اريا. مش مهم. نقول تاني مفهومه؟ اخر عضلتين هقولهم وربنا يستر. ربنا يستر عشان بجد فعلا العضلتين دول محتاجين تركيز منك. انا مش عايز حد يتوه خالص دلوقتي يا جماعه بعد اذنكم. بعد اذنكم مش عايز حد يتكلم خالص. بصوا انا هشيل العضلات دي. ما الجنكشن اهي. زميلتكم بتسال سؤال مهم بتقول ايه؟ انت مش بتقول ان هي في الكورنيوس كليرا جنكشن، ليه احنا مش شايفين الانسيرشن بتاع العضلات؟ هي ورا شويه يعني مش عليها بالظبط. تاني حاجه متغطيه بالكونجكتيفا فمش باينه. مش باينه. خلاص اوكي يا جماعه؟ حاجه رقيقه قوي مش باينه خالص. ركز بقى معايا، ركز بقى معايا قوي. بص يا جماعه
عندي عينيا اهي كويس. بص على العضله اللي انا عاملها لك دي، ربنا يستر. ركز معايا، مش عايز حد يختل تركيزه ابدا لمده دقيقتين. مش بصبعكم. شايفين؟ عضلة اسمها سوبيريور اوبليك. ها اهي شايفينها؟ دي عضلة اسمها ايه؟ سوبيريور ايه؟ اوبليك. اوبليك يعني ايه؟ يعني مايلة. في بكرة صغيرة عندي في الاوربت في المكان ده. لو شلت انت عينيك هتلاقي في الاوربت في الحتة دي كده بكرة، البكرة دي اسمها ايه؟ تروكليا. الله ينور. بكرة فعلا فايبرس رينج. خلاص اوكي؟ التندون ده جاي من هنا. تمام؟ جاي يا جماعة بص، لو دي عينيك وده الاوربت، التندون بتاعها جاي جنب الفايبرس رينج بالظبط. يعني لو ده الفايبرس رينج فهو جاي من جنبها ميديال مانا. خلي بالك انا شغال على العينيه دي، على العينيه اليمين، فهو جاي من جوه كده ميديال. اول ما يوصل هنا يلاقي قدامه بكره. ركز معانا، عاملها لك كبير عشان تشوفها بس. يلا بكرة هي يا جماعة، بكرة كبيرة في المكان ده قدام، يعني هي جاية كده. خلي بالك أنا الأوربت، يعني اعتبر إن أنا الأوربت، يعني هي اليمين. خلاص أنا عامل أوربت كبير أهو، خلاص هي جاية من عند الإيبكس أوف أوربت، ميديان أهي، لقت قدامها البكرة دي كده، راحت داخلة جواها. مسك البكرة دي بإيديك قلم عش، راحت داخلة فين؟ جواها. وبعد كده راح اتلفى باك وورد كده ونزلت كده. بص 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 ركز معايا قوي كده، نزلت كده، يعني نزلت فين؟ لاترال باك ووردز اند لاترال. تمام كده؟ ركز معايا قوي. ونزلت فين كمان؟ هرب ابيض داون وورد. عشان تمسك في العين فين؟ حط هاتي العين يا هاتي العين يا هاند كده. سيبي بقى يلا نزلت مسكت. انتوا متخيلين انا بقوله؟ يعني بصوا يا جماعه، العضله دي كانت ميديان، مشيت ميديان، لقت بكره قدامها، راحت لف على البكره ورجعت لورا. وبعد ما رجعت لورا جت فين؟ جت على تحت ولاترالي بالشكل ده. طيب لما تيجي تشد الانسرشن على الاوريجن هتعمل ايه؟ تيجي تشدها هتعمل ايه؟ ها ممكن حد من البنات يقف. طب تعالى يا عبد الله، معلش تعالى يا عبد الدياء، تعالى يا عبد الدياء واحده بعد اذنك. بص اقول لك معلش هنتابعك عبدو. عبدو هيمسك العين، هيمسك كل ده. اقف جنبي هنا بعد اذنك. احنا شغالين على عين اليمين، ركز معايا عشان تفهمها بجد، مش هتفهمها ابدا بالرسومات. بصوا العضله جايه منين؟ جايه ميديال، يعني اعتبر انها جايه ميديال من هنا. خلاص؟ ميديال. جايه من العين، من الميديال اوف ذا اوربت، من الايبكس. ومشيت، لقيت بكره فين؟ على اول اوربكس هنا بيت. راحت داخله جوه البكره. ولفت جواها ايه؟ على ورا كده، امسك عبدو هنا. مسكها كويس بقى، ولفت جواها على ورا كده. خلاص اوكي؟ ونزلت لاترالي ومسكت في العين من تحت. من تحت ولاترالي، في السكليرا من تحت ولاترالي من هنا. تيجي نشد الانسرشن على الاوريجن. بص يا احمد عشان اللقطه دي هتفوتك لو ما بصيتش عليها، وهحط لك النهارده بالليل ان شاء الله او بكره بالليل فيديو تحفه للمنظر ده وبتحرك على العين بجد. حاجه كده اجنبي وانا مدبلجها بصوتي. هتعجبكم قوي. تمام كده؟ بصوا بصوا كده اهي يا جماعه، لاترالي في المكان ده. تعال نشد، مش انت لما تشد دي هتشد كده؟ هتروح شد ازاي؟ بص بص كده كده كده، يبقى تشد ازاي في الاخر؟ صح ولا مش صح؟ يبقى عينك بصت فين؟ بصت على كتفك. انت تخيلتها ولا لا؟ تخيلتوها يا جماعه حركه البكره دي، حركه الروافع؟ انت جيت شدتها كده، العين كانت كده بالظبط، فانت لما شدتها شدتها ليه؟ بالشكل ده. شدتها على تحت ولاترالي. خلاص اوكي؟ فخليت عينيك تبص فين؟ لكتفك. يعني عملت هي اسمها السوبيريور اوبليك يا عمر لانها سوبيريور. خلاص اوكي؟ عملت لي ايه؟ عملت لي ابدكشن. اب صح؟ لاترال روتيشن لبره. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ وديبريشن. سبحان الله. يعني السوبيريور اوبليك بتنزل العين لتحت.
يعني الحركه بتاعتها هتبقى دي، السوبيريور اوبليك هتبقى دي. حد مش فاهمها؟ طيب لو فهمتها بالمره بقى نستغل عبده وهو موجود. خلي دي موجوده زي ما هي كده. نعم. لاترال وايه؟ فين اللاترال وفين الانفيريور؟ دي ودي نفس الاكشن ازاي؟ لا اللاترال ريكتس بتشتغل لاترال بس، والميديال ريكتس ميديال بس. الانفيريور ريكتس بقى تشتغل لتحت ولجوه. عضلتين تناغم على حسب الاكشن اللي انت عايزاه. يعني ايه؟ زميلتكم بتسال، لو انا عايز احرك العين مثلا، بصي يا بصي يا مراه، انت عايزه مثلا تحركي العين تبص على كتفك، حلو كده؟ مين اللي يشتغل في الحركه دي؟ السوبيريور اوبليك، حلو كده الكلام؟ ومين؟ واللاترال ريكتس. فهمتي؟ وفي العين الثانيه الميديال ريكتس والانفيريور ايه؟ ريكتس، ينزلوا كده. فهمتي القصه؟ يعني انت بتحركي الحركه على حسب انت عايزه توديها فين، المهم انت فاهمه مين بيحرك مين. يعني فهمتي العضله اللي فاتت. طب ناخد العضله الثانيه، امسك عضله كده بايديك، عضله اسمها انفيريور ريكتس، جايه منين؟ شايفين الحته دي من تحت؟ دي حته فيها لاكريمال كريست، جايه من الفلور اوف اوربت يا جماعه، من المنطقه دي من جوه، من هنا ميديال الفلور اوف ايه؟ اوف اوربت. وراح هتمسك فين؟ خلي بالك احنا متفقين ان احنا شغالين على عين اليمين، اليمين، امسك دي بايديك اليمين. خلاص؟ العضله دي اسمها ايه يا جماعه؟ انفيريور اوبليك. شايفين؟ انفيريور ايه؟ اوبليك. جايه منين يا سيد؟ جايه من الاوربت، من البيز، من الفلور بتاع الاوربت بس ميديال. وراح هتمسك فين؟ لاترال وفوق. يبقى لما اجي اشد الانسيرشن على الاوريجن هيحصل ايه في العضله؟ يعني عضله هنا، وهنمسك كده عضله، وامسك دي من هنا، يبقى هتعمل ايه؟ ايوه اهي، بصي بصي، شدها يا عبده، شدها. متخيل يا جماعه؟ ايوه، ما بصوا هي جايه من الميديال من تحت، وراح هتمسك لاترال وفوق شويه. فلما تيجي تشد الانسيرشن على الاوريجن ايه اللي هيحصل؟ العينه هتتعكس لفوق، هتتقلب كده، صح؟ يبقى هتبص فين؟ على شولدرك بس الناحيه الثانيه. يعني فين يا جماعه؟ يعني كده، بص الناحيه الثانيه. الله، يعني الانفيريور اوبليك انت عايز تقول انها تطلعك كده. يعني الانفيريور اوبليك والسوبيريور اوبليك عكس اساميها، وده قمه الاعجاز العلمي. عشان معكوسه. بص يا جماعه، زميلتكم بتسال بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتقول لي انها في الفلور هنا، صح كده؟ ليه ما شدهاش لتحت كده؟ صح، لانها كده، انت مش واخده بالك منها. بصي يا بصي يا عائشه كده، هي على اللاترال هنا وفوق كده والاورجن هنا، فلما يتشد تتقلب. نجيب مسمار ونعملها؟ بتكلم بجد مش بهزر. اجيب ابره تريكو؟ ابعت اجيب واحده؟ ها، انا شرحتها في سنه من السنين بابره تريكو وكذا كذا كذا كوره، لان كنت جايب حاطط الاكس، حاطط الاكس عشان تلف بجد. هجيب لكم ابره تريكو تشوفوها؟ عارفين ابره فهمتيها كده؟ يعني اللي مخليها تلف اللفه دي يا مرام انها ايه؟ هي اصلا ميديال وتحت، وراح تمسك لاترال والناحيه الثانيه فوق شويه، فلما تيجي تشديها تروح مقلوبه بالشكل ده. مش هي حطها على الكورني يعني، ما لازم تبقى هنا. خلاص اوكي يا جماعه، مفهومه ولا مش مفهومه؟ اقعد يا عبد، شكرا. اتمنى تكونوا فهمتوا الاي ماسلز. على فكره الحته دي لو ما تخيلتهاش بتبقى حته دمها تقيل قوي، خصوصا الاوبليك اللي احنا لسه عاملينها من شويه، خصوصا السوبيري الاوبليك وحته الباكره والكلام اللي. الفيلم ده مهما تبص على الرسومات مش هتتخيل. لو قعدت تبص على الرسومات طول حياتك مش هتتخيل. خلاص اوكي؟ اللي كان شرح لي البتاعه دي كان مين تخيله؟ زمان. زمان بجد. يعني انا لا لا لا، ده انا ما ذاكرتش الاي ماسلز دي وانا طالب اصلا. انا ذاكرتها سنه رابعه. ما ذاكرتهاش ولا سنه ثانيه ولا اولى خالص، ما ذاكرتهاش السنه دي خالص. شرحها لي دكتور طارق. طارق بقول. تمام كده، كنت قاعد معاه ايامها وقال هشرح لكم، فشرحها لي مع السكويند مع الحوله، ما كنتش انا فاهم العضلات. وعلى فكره هو صاحب الفضل عليا في قصه كوره التنس وابر التريكو، هو جاب فعلا كوره تنس وابر التريكو الكلام ده. فعلمنا الشرح على ازاي. يعني لازم تذكر فضل الناس عليك يعني. نكمل كلامنا يا جماعه. وصلنا ان دي الاكشنز اوف اكسترا اوكيولار ماسلز. طيب تعالى بقى ناخد النيرف سبلاي. يا عن النيرف سبلاي وجماله بجد. مش هم سبع عضلات؟
شفت الشفره اللي انا حاطها لك دي؟ هعمل لك معادله هنا. بص هقول لك اول اكسترا اوكيولار ماسلز سبلايد باي 3 اللي هو الاوكيولو موتور نيرف ما عدا. بص الكلمه دي اس او 4 وال ار 6 اوعى تنساها. اس او 4 وال ار 6 يعني ايه؟ ايه الشفره دي يا جماعه؟ اس او 4 اللي هي السوبيريور اوبليك بالرابع التروبيوم، ال ار 6 اللي هي لاترال ريكتس بالسادس ابيوسيت. اظن كده ما تتنسيش. ده عندك ثلاثه كرينيال نيرف بيشغلوا عضلات العين، الاوكيلوموتر اللي هو رقم 3 ده بيشغلهم كلهم، اللاترال ريكتس بتشتغل بالنيرف رقم 6 اللي هو اسمه الابيوسيت، السوبيريور اوبليك بتشتغل بالنيرف رقم 4 اللي اسمه، بص اسمه حتى يا اخي تروبيوم، تخيل اسمه تروكليار، تحس ان النيرف طالع من البرين مخصوص عشان يغذي العضله دي، وده ليه؟ لاهميتها. تخيل التروكليار نيرف ده كرينيال نيرف رقم 4 طالع من الميد برين وقطع المسافه دي كلها عشان يغذي عضله واحده، ملوش اي قيمه في الجسم غير العضله دي. تخيل ده ليه؟ لان العضله دي فعلا تعتبر اهم عضله في العضله، اللي هي العضله اللي بتعمل ايه؟ اللي هي السوبيريور اوبليك، العضله المعكوسه دي اللي بتخليك تبص على كتفك دي، والا ساعتها مش هتعرف تبص على كتفك. دي مشكلة. تمام كده؟ ما ينفعش ان نحرك العينين اتجاه نبقى عندنا حول يا لا نبقى كده مرضي. يعني ايه تحرك العين؟ يعني زميلكم بتقول ليه ما بنحركش العينين كده؟ يبقى المخ بايظ. يعني هو الطبيعي ان انت تبصي ناحيتها على حاجه، تبصي ناحيتها على حاجه. يعني ازاي يعني؟ يعني هديها لك. هقفله لك شويه حاضر. دي ايه بس يا جماعه؟ مفهوم يا جماعه الكلام؟ يلا ندخل في حاجه جديده، يلا ندخل في حاجه جديده. لا 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 هنشغل الشباك. ايه هنا المكان مثلا؟ انتوا شايفين كويس؟ افتحوا الشباك يا جماعه. معلش ثانية استنى بس هي عايزة نور بس عايزة الإضاءة. يا محمود يا حنف افتح الشباك بس ينور وبعد كده اقفله تاني. يعني افتح شيش كده. مبسوطة يا مريم؟ طيب خلاص نمسح يا جماعة. احنا كده خلصنا ايه؟ موضوع اسمه اكسترا اوكيولار ماسلز. يلا ناخد حاجة كمان؟ ناخد حاجة كمان. خدنا حاجة حلوة ناخد حاجة بقى سهلة كده نمشي بيها ايه؟ بقيت الحصة. يا ساعة كام حصة؟ يا ده لسه بدري. احنا معانا تلات أرباع ساعة إن شاء الله. فضل ربع ساعة بس. فهمتوا موضوع النهاردة؟ تحس النهاردة تحس إنها لعب ودلع وكل حاجة بس مهمة أوي. الإكسترا أوكيولار ماسل بينزل على بعضه في الامتحان. يعني بينزل سؤال كده إكسترا أوكيولار ماسل. خلاص اوكي. بينزل السوبيريور اوبليك كتير قوي. تمام كده. دكتور ماهي يحب قوي السوبيريور اوبليك، يحب قوي بقى السؤال ده، يقول لك ايه؟ نيرف سبلاي اند اكشن اوف اكسترا اوكيولار ماسلز. يعني مش عايز الاوريجين والانسيرشن الكلام ده، يقول لك انا عايز نيرف سبلاي والاكشن عشان عايز الحته دي. طبعا انت ما تكتبش اسم وفور والكلام ده، لا اكتبها اكتبها بس اكتبها ايه؟ بترجمه الكلام يعني. خلاص دي الحفظ ماشي. مش كل التجمعات يا يعني. بعدين هو السنه اللي فاتت كان في ظروف معينه كده. السنه اللي فاتت كان في ظروف لا كان سهل مش مشكله، بس هو كان واخد السنه من اخرها فما كانش عايز يحط التاتشات بتاعته قوي. ما ينفعش ما كانش ينفع. لكن السنه دي هو واخدكم من البدايه فسيستمه بقى يمشي بالظبط. هو على فكره سيستمه اسهل من كده، من اسهل من السنه. هو دماغه دماغه سهله مش دماغه حلوه، بس هو الفكره هو السنه اللي فاتت هو مرتبط بالدكتور اشرف، واخد الكتاب بتاع الدكتور اشرف واخد السنه ونصها. لكن السنه دي بدايه السنه فبينفذ بقى ايه؟ جدوله هو فكرته والبروتوكول كله. نكمل كلامنا يا جماعه. هناخد دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اللاكريمال ابريتس، جهاز الدموع. بصوا يا جماعه الاوربت بتاعك اهو ومناخيرك اهي. ركز كده حضرتك عشان تقريبا هخلص الرسمه دي وامشي.
الرسمة دي تقريبا هتخلص الموضوع. ادي عينيك اهي، ادي جفنك، وادي عينيك. بص، بداية الدموع بتبدأ من حاجة اسمها لاكريمال جلاند. يعني لاكريمال جلاند يا جماعة؟ الجلاند أو الغدة الدمعية. حلو كده؟ أدي لاكريمال جلاند. فين مكانها يا سيد؟ أهي. دي اسمها إيه؟ لاكريمال جلاند. موجودة في اللاترال أو في الأبر لاترال بارت أوف أوربت. يعني أوربت من هنا. بص لو حط أي حتة دي بالظبط. انا هحط على اصبعي اللي هي الحته دي يا جماعه هنا، شايفين مكانها فين؟ لا نشاور عليها بالقلم دي. هنا دي كده اسمها لاكريمال جلاند. اللاكريمال جلاند تطلع الدكتس بتوعها وتفرز الدموع في العين. تفرز الدموع فين؟ في العين. على فكره الدموع مستمره في العين يا جماعه، بالمناسبه دي معلومه لمعلوماتكم. يعني انت مش بتدمع عشان بتعيط، انت كده كده الدموع اوريدي موجوده. عارف ايه وظيفه الدموع اصلا؟ عامله فيلم كده من الدموع او فيلم من الميه بترطب العين عشان عينك ما تتشافش. انت عارف الناس اللي بيبقى عندهم مشكله في الدموع ايه اللي بيحصل لهم؟ القرنيه بيحصل لها قرحه، قرحه في القرنيه، يبقى تعمل سكار في القرنيه. سكار في القرنيه يعني عتامه بعد كده، يعني مش هيشوف. عشان كده حتى بنشتري له او بنكتب له دموع صناعي، يقعد بقى يحط قطره قطرات، طول ما هو ماشي عمال يحط قطرات. فاهمين القصه يا جماعه؟ طيب انت عندك اللاكريميشن او الدموع دي بتنزل ليه؟ بتنزل من ضمن وظائفها تغسل العين. ربنا عامل لك مقشات اهي، اللي هو عامل لك ايه؟ عامل لك مساحات. فتقوم انت ايه؟ تحرك جفنك، وانت بتحرك الجفن عشان كده انت بترمش بمعدل تقريبا من 4 ل 15 رمشه في الدقيقه. عشان كده الناس المبرقين اللي عندهم توكسيك جويتر عينهم بتنشف بسرعه. توكسيك جويتر ده اللي هو الجويتر الجحوظي، ده الترجمه الحرفيه بتاعتها. خلاص كده يا جماعه؟ فيقول لك ايه؟ يقول لك اللي بيبقى برق ده بتبقى مشكله، اللي ما بيرمش بيبقى عنده مشكله. الناس اللي بيبقى عندهم شلل في العصب السابع، فالعضله العمر اللي هي البروبيكولاريس اوكيلاي بتفضل ايه؟ مشلوله، فالعين بتفضل مفتوحه فتره طويله. ففتره طويله فعينيهم بتنشف، ولذلك لازم نديهم دموع صناعي وكلام من ده عشان ما يحصلهمش قرحه في القرنيه، لانه ما بيعرفش ينام، ما بيعرفش يغمض يعني وهو نايم. انت متخيل يعني هو نايم كده ونايم مره، نايم فتح. انت متخيل اللي انا بقوله؟ طيب فالدموع بتنزل تغسل المكان. المكان بقى عليه تراب، عليه زباله، عليه حاجات كتير، فكل ده عايز ايه؟ ينزل. انت مش بتمسح مساحات العربيه وبتنزل ميه في مكان تاني؟ طيب الميه دي هتروح فين؟ لو حضرتك بصيت على كفونك من هنا ومن هنا، لا روح بجد بص عليهم في البيت قدام مرايه، هتلاقي عند جفنك في المكان ده عليه فوق الرموش كده خرمين صغيرين قوي، عاملين زي خرم الدبوس، تحط الدبوس الابره. دول اسمهم ايه يا جماعه؟ دول كده اسمهم بانك تام. بانك تام يعني فتحه، فتحه صغيره. البانك تام دي تتجمع والثانيه تتجمع هنا، وتلاقي جنبك جنب النص، بص كده حطيت ايديك هنا تحس ان في حاجه فضائيه كده بتزق مع ايديك. في مكان هنا حاجه اسمها لاكريمال ساك. اسمها ايه؟ لاكريمال ساك. دي ساك بتجمع الدموع. خلاص كده يا جماعه؟ اللاكريمال ساك تنزل بعد كده في مناخيرك. المناخير لما تيجي تفتحها على اللاترال رول بتاعك تلاقي عامله فيها ثلاث ارفف. عارف لما تجيب رفوف عندك في البيت تحط مثلا سي رف كده ورف كده ورف كده، وتجيب سلوفان وتحب تبطل الرفوف دي، بتعمل ايه؟ بتبطل رفوف كده وبتنزل بيها بعد كده كده، تنزل كده. متخيل الرفوف دي ليها اسم؟ الرفوف دي اسمها كونكا. اسمها ايه؟ كونكا. حلو كده الكلام؟ واللي تحت الرفوف اسمها الميتس. اسمها ايه؟ ميتس، الفراغ اللي تحت الرف. طيب انا عندي يا جماعه اللاكريمال ساك بقى، او اللاكريمال دي بيسموها نيزو لاكريمال دكت. النيزو لاكريمال دكت دي بتفتح هنا في الانفيريور ميتس. ولذلك سيادتك لما بتعيط كتير وكفاءه الدموع بتزيد بقى، دموعك خلاص بتسحب، فبتبتدي ايه؟ بتبتدي الدموع عندنا تنزل
من عينيك كتير قوي، لان خلاص الجهاز الصرف عامل زي البلاعات. يعني مثلا انت مليت الشارع ميه او مليت البيت عندك ميه، فالبلاعه مش ملحقه، فالميه بتتجمع. فهمتوا الكلام ماشي ازاي؟ فالميه بتتجمع تعمل ايه؟ تنزل، فتروح مدمع. تاني حاجه كمان البلاعات خدت اكتر من كفايتها، فتروح منزل. عشان كده دايما تمسك ايه؟ منديل دموع هنا وهنا، صح كده الكلام؟ طيب واقول لك على حاجه كمان ظريفه قوي، لما سيادتك بتيجي تحط قطره، تحط قطره في عينيك، فتنزل من البنكاي دي، فتبص تلاقيها نزلت في مناخيرك ونزلت على الفرنس، فتحسها بوقك. عشان كده دايما حتى اقول للناس ايه، لو مش عايز تحس بطعم القطره، بعد ما تحط القطره بايديك هنا وتطهر. دي معلومه ليك بقى، اطهر القطره، هتفضل في عينيك فتره طويله قوي، خلاص اوكي، بحيث انت ما تحسش بطعمها. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ وعشان كده العيال الصغيره، في بعض الاطفال بتتولد عندهم البنكتاي دي مقفوله، او الضغط دي مقفوله، فبص تلاقي العيل عمال يدمع والحته دي ورده، وعمال ايه يجي له بقى اللي هو الافرازات اللي بيسموها الغماص، تمام كده؟ البتاع ده كده بيبقى موجود هنا الدسشارج، فتروح بقى الام للدكتور بتاع الاطفال طبعا الاول، تقول له لا يا حاجه بعد اذنك الولد ده عنده غالبا انسداد في القناه الدمعيه. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ما تعمليش حاجه، روح للدكتور عيون. تعمل ايه؟ روح للدكتور عيون هيحل لك المشكله. ساعات دكاتره العيون بقى بتعلمها مساج معين بصباعها الصغير كده، تقعد تعمل كده تفتحها ويديها قطرات وكلام من ده، وساعات بيضطر يعمل عمليه تسليك، يدخل بقى بابر وحاجات يسلك، بس طبعا ده تحت البنك. ايوه يا باشا. لا اسباب كتير، لا في اسباب كتير، في اسباب كتير. اللي تتكلمي على الاطفال المعمصه، لا ده اسباب الهبل، ده اسباب الهبل. لا مش شرط يكون دموع، لا مش شرط يكون قناه دمعيه، ممكن يكون التهاب، ممكن يكون التهاب في الكونجنكتيفا، يقول لك كونجنكتيفايتس، التهاب في المرتحمه. خلاص اوكي يا جماعه، مفهوم الكلام؟ يقول بتاع كده بيبقى اخضر كده ولونه عجيب كده، يبقى هو عباره عن الشارج، افرازات، افرازات من العين، دموع، تمام كده، مع شويه تراب بقى، مع شويه التهابات، مع شويه بكتيريا، مع شويه صديد خفيف، حاجات زي كده، يعمل لك كتله كده صغيره. خلاص اوكي، اكيد شفتوه كله، تمام. ده بالنسبه للتركيبه بتاعه اللاكريمال ارايتس. السؤال المفروض اللي هيجي على بالك دلوقتي، يا ترى دي بتتغذى بايه؟ ايه النيرف سبلاي بتاع اللاكريمال جلاند؟ سمباثاتيك ماشي، وبارا سمباثاتيك ماشي. اللي يهمني مين؟ دايما اللي يهمني البارا سمباثاتيك. انا هقوله بسرعه على بال ما ناخده بعدين، اللي هو السكريتو موتور. البارا سمباثاتيك او السكريتو موتور ده يا جماعه، بص اول كلمه فيه هقول لك، انت كان عندك نيرف اسمه الفيشيال نيرف اللي هو العصب السابع، من ضمن النيوكلياي بتاعك في البونز، نيوكلياس هنا كده اسمها لاكريماتوري نيوكلياس. العصب السابع طلعه اللاكريماتوري نيوكلياس، بتطلع جواه فايبرز، الفايبرز دي تمشي في قلب برانش من العصب السابع. معلش واسم البرانش يخض شويه، بس انا هقول لك اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يستر. اسم البرانش ده يا جماعه جريتر، يعني كبير صح؟ سوبرفيشال بتروزال نيرف. مين فاكر حاجه هيقولها لي؟ لسه سوبرفيشال بتروزال نيرف بتاع بروت، ده الجريتر بقى، ده الكبير. خلاص اوكي يا جماعه، الكبير ده شايل حاجات ثانيه من ضمنها، شايل الحاجات اللي رايحه للعين للدموع. الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف ده لما بيعدي من الاسكال، بعد قصه كبيره هنبقى نحكيها ان شاء الله، بيستريح هو كمان في جانجليون. الجانجليون دي اسمها سفينو، جايه من سفينويد، بالاتاين جنب البلد، جانجليون دي بارس المسات الجانجليون، يستريح فيها ويقوم البوست جانجليونيك يطلع عايز يروح لمين؟ لللاكريمال جلاند. اتفقنا ان دايما النيرفات دي تايهه يا جماعه، فيدور على الاتوبيس اللي رايح لللاكريمال جلاند. مين الاتوبيس اللي كان رايح لللاكريمال جلاند؟ ها؟ اسمه يا احمد؟ والله ما سامع. اوريكولو تيمبور. ايه اللي هيودي الاوريكولو تيمبور لحد لك؟ اه ده الثاني، الاتوبيس الاولاني كان اوريكولو تيمبور. اه انت بتحكي قصه قديمه. بص يا جماعه، مش احنا كان عندنا في نيرف في العين اسمه الاوبسالميك نيرف؟
كان له ثلاث برانشات صح؟ فرونتال نيزو سيلاري وايه؟ الله لاكريمال. اللاكريمال ده كان بيديني حاجتين بالبيبرال لللاترال تيلت اوف ايه؟ اوف ابر اي ليد مش كده ولا يا جماعه؟ ولاكريمال اللاكريمال جلاند يعني اوريدي انت عندك نيرف سنسوري رايح اللاكريمال جلاند اسمه لاكريمال فيقوم ده يقول له ايه؟ انا هروح داخل في قلب اللاكريمال يبقى اذا يا جماعه الباراسمباثيك فايبرز اللي واصله للغده دي اللاكريمال جلاند عن طريق اللاكريمال نيرف اللي هو جاي من الاوبسالميك نيرف اللي هو السنسوري مش جايه منه امال جايه منين يا جماعه؟ جايه من الفيشيال نيرف وده كده النيرف سبلاي اوف لاكريمال جلاند يبقى ايه النيرف سبلاي اوف لاكريمال جلاند؟ سنسوري عن طريق اللاكريمال نيرف حلو كده يا جماعه سمباثيك مش مهم التفاصيل بتاعته طب باراسمباثيك بقى يقول لك ده عن طريق الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي هيستريح في السينو بلاتاين جانجليون يطلع البوست جانجليونيك يمشي مع اللاكريمال مع الاوتوبيس اللي رايح للعين صح كده يروح موصلها له مين يا جماعه لاكريمال جلاند مفهوم النيرف سبلاي افتح مذكره مش سامع السؤال بس يا جماعه بص يا جماعه هي بس مكتوب في المذكره شباب دي واحده معلش مكتوب في المذكرة على الجانجلين دي مش السفينو بلاتاين مكتوب عليها تريجو بلاتاين صح كده يا مرام؟ ده اللي تقصديه؟ يا جماعة السفينويد التريجويد بليت جزء من السفينويد بون أصلا فهي نفس المعنى يعني ساعات بنقول عليها تريجو بلاتاين وساعات بنقول عليها السفينو بلاتاين الاثنين صح وهتلاقيني حتى في المذكرة الجاية إن شاء الله أنا بشرحها اللي كاتب لك كده تريجو بلاتاين جانجليون بين قوسين سفينو بلاتاين جانجليون خلاص اوكي افتح المذكره صفحه